مجلس ابن سويلم، سويلم ابن ابراهيم ابن جربيع سويلم. اي والله يتواجد ابو مشاري سميه نواف الشملاني، ويتواجد معنا الراوي نايف العفري الشملاني، وكما يتواجد ابو عادل غيم شلخمشي، ويتواجد معنا الراوي. ونبي نطلب منه الله يطول عماركم وعمره قص شاي على مسح. وتفضل الله يطول. نبي نعطيك شاي على مسح برمال من زوبع، رجال له مكارم اخلاق، قصيد له ثمره ويكتب مالها، من ضمنها ثلاث ابيات ذكرها يقول: ثلاث معالم ما يفعلها مخير، ونحمد الله دومي منها المضايق، الاوله من يسري على بنت عمه وسترها الضافي لو كان عارف، والثانيه من يهد وينثني بحر ضرب مصقلات الرهائب، والثالثه من يعطي ويطري لو شافوا من المعطى نور عنايب. وصفوا الرجال، وصفوا الحريم، وصفوا الطيبين، وصفوا اخوه. يعني الاولين ما خلونا شيء. ما خلوا شيء الا التالي. قالوا الرجال ثلاثة ثلاث. يا سلام. والحريم ثلاث. والطيبين ثلاث، والقبول خمس. والله قبول. ما شاء الله. القبول ما شاء الله تعلم شوي. اي تعلم شوي. الله الله. بالنسبة للحريم الثلاث، أولهم مرة. أسأل الله يهدي حريمنا أمهاتنا وخواتنا. اللي والله عرفت إن حق رجلة. حق بيته وحق ضيفه وحق اهله، اندرت والله في الوقت. والثانيه ميمره، ما تعمل الشيء من تلقاء نفسه، وكوت تامر علي. والثالثه مرمره، اللي تسترت بوقتنا هالحين، عسى الله يهديها. اللي قلت لها سويها اللون، قالت وشو هذا المطعم قريب، جيب لي شغاله، انا ما لي علاقه. اما بالرجال الاول منهم، الثلث الاول اللي مكسب صيته يغطي على صيت ابوه، والثاني راس مال اللي ماسك مكان ابوه، والثالث الله يبعدنا وياكم خساره. اما بالنسبه للثلث الاوسط، الاول منهم رجال اللي عارف قدره عند الرجال ويعرف قدر الرجال عنده، والثاني نص رجال يعرف قدره عند الرجال بس ما يعرف قدر الرجال عنده. رحت للدائره الفلانيه ما سنى عن جيته ببيته ما وجبا، هم لو يجون وما سوى لهم شيء، هذا نص رجال. والثالث اللي بلا رجال، اللي لا يعرف قدره عند رجال ولا يعرف قدر الرجال عنده. ويجي الثلث الاخير، الاول منهم عطاه الله الحجه بفمه، ياخذ حقه من الرجال بلسانه، وهذا الحكيم. والثاني عطاه الله الحجه بكمه، ياخذ حقه من الرجال بيده، وهذا الشجاع. والثالث الله يبعدنا وياكم عنه، حجته عند امه. الطيبين، الطيبين ثلاث، الأول منهم اللي لنفسه ولجماعته ولسائر الناس، والطيب الثاني اللي لنفسه ولجماعته، والطيب الثالث اللي لنفسه. أما الخبول الخمس، أولهم زنفر، يوم يجيك ويوم ينفر، لا صارت له مصلحة مرت ولا صارت له ما قال الله لسانه ما يعرفه. والثاني بوكر، ياكل عندك ولا يوت، كل ضيفة المتقلقن عنده لا عمره قال تفضل الله حييك. والثالث شردي لا يستشير ولا يشير، والرابع فلقح مثل اخته بس انه ينزل، والخامس الله يبعدنا وياكم عنه اللي يمر والمعروف اللي يحد باب بيته ويتركه من تلقاء نفسه. هذا الاولين ما خلوا لنا شيء، عسى الله يطول باعمارهم والله يجزاك خير. ابو مشاري، احنا استمتعنا بقصه اخينا نايف بن نافع الشملاني، والله ونعم. اي والله، ومجلس ابن سويلم، يتواجد معنا ابو عادل الله يطول عمره وعمر السامعين. فالمجلس ما شاء الله اللي تبارك الله، ونشكره في محله، وكل مغرب عنده قهوه وما شاء الله وفاتح وبيض الله وجهه، جيرك ان تطرز الوجه، وانا بالنسبه لي اعتبر وقت سبيلك. الله الله يحفظك ما شاء الله، يتفاخر فيك ونعم، ويستاهل الطيب كل يتفاخر. والله يستاهل ما شاء الله، المحل الجميل ما شاء الله تبارك الله. مجلس الشيخ طال الله في عمره سويلم ابن ابراهيم ابن جربيع سويلم، والله ان شاء الله تبارك الله نبي ندخل المجلس.